بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عملنا غرضه نقيس اللي احنا المكنه كنا بنقلبها من اوتوماتيك من مانوال لاوتوماتيك. دلوقتي البورده دي ثلاثه بلاك فيها ليفل ميه، فيها الحساسات بتاعتها، فيها كابلات الداتا، فيها الزراير. الزراير دي بتتفك وبتركب في وش المكنه بحيث ان احنا ما نقلبش المكنه من اوتوماتيك لمانوال ثاني، لا احنا هنرجع المكنه ثاني للاصليه بتاعتها عشان ما نفقدش من قيمه المكنه. وتقدر تبرمج المكنه ثاني حسب النشاط اللي انت عايزها، السنجل او الدبل او الاستريتو او الامريكان كوفي. وبتقدر انت تظبط من هنا ثاني زي ما كنت بتظبط في المكنه الايطالي او المكنه الاسباني كامله مكمله. احنا بنفقدش حاجه من المكنه، والبورده متاحه تشتغل على اي نوع مكنه، مش لازم مكنه معينه. تشتغل على الايطالي، تشتغل على الاسباني، تشتغل على الفرنساوي، ايا كان نوع المكنه تشتغل عليها مع الكابلات بتاعتها ومع كل حاجتها. وكمان عاملين حساس للميه علشان خاطر لو انت عندك المايه كانت تشتغل بزرار تقدر تشغلها تاني بزرار، لو شغاله على محبس تشتغل على وضعها، ما بتغيرش حاجه في ضفيره المكنه، هي نفس الضفيره. ازاي ما بنقلب المكنه من اوتوماتيك لمانوال، كنا بنقلب المكنه كلها وبنعمل ضفيره جديده، لا هي نفس الضفيره الاصليه. بتركب الفوتومترات بتاعتك هنا، بتركب حساسات المايه هنا، دخول السولنايتات وخروج وخروج السولنايتات للموتور، بتشتغل على نفس الكارته مفيش اي مشكله فيها، وبتشتغل على اثنين جروب والثلاثه جروب. بفضل الله الحمد لله عملنا البورده دي وعن تجربه، ولما نجحت البورده وجربناها بدل المكنه على كذا مكنه قدرنا ان احنا نعمل منها كميه علشان ننزلها للجماعه الفنيين والتجار واصحاب الشركات اللي هم بنقدر نصلح بيه عندهم المكن، او المكن عندهم باظت، او الكافيهات او الاوتيلات او ايا كان المكان اللي شغال فيه المكنه. ما بنبقاش عايزين نقلب المكنه من اوتوماتيك من مانوال لاوتوماتيك، لا بنرجع لك اوتوماتيك تاني تشتغل على وضعها تاني زي ما كانت البورده اللي احنا عملناها دي. الا ما اذا بس ان احنا بنفتح مكان في الشاسيه بتاع المكنه ونركب الزراير ديت وتشتغل تاني على نفس الوضع، وبتتبرمج تاني وفيها زراير وفيها الارمات، لو المايه نقصت منها الالارم بيشتغل، لو المكنه ما عوضتش ميه الالارم بيظهر، بتقدر تبرمج المكنه تاني. والحمد لله اللي احنا وصلنا للنقطه ديت. وكمان فيها ليفل لتعويض الميه اوتوماتيك برضو، ما بنركبلهاش ليفل تاني يعني اضافي عليها، لا هي فيها كل حاجه زي البورده الاصليه بالظبط، وعليها ضمان مفيش اي مشكله فيها البورده. يعني احنا عملنا الفيديو ده خلاص عشان ننزلها السوق، علشان خلاص احنا عارفين ان الفنيين كانوا دايما بيقلبوا المكنه من اوتوماتيك لمانوال عشان هم ما كانوش بيلاقوا البورد بتاعتها، لا احنا وفرنا البورده علشان انت ما تقلبش المكنه تاني، او ما تبوظ المكنه، او ما تخليش المكنه تفقد من حالتها، لا بنرجع لك تاني زي ما كانت. والبورده سهله جدا، لو اي فني عايز يركبها سهله جدا في تركيبها، ومعاها الخريطه بتاعتها، دخول الميه فين، ودخول الكهرباء فين، وخروج السولونايت فين، والمواتير فين، كله جاهز مفيش اي مشكله في المكنه. بفضل الله عن تجربه يعني، ودي بتسهل كتير قوي للفنيين علشان هم اساس الشغلانه، مش حد تاني. واللي كان دايما بيبقى مستصعب ان المكنه تتقلب من مانيوال لاوتوماتيك او من اوتوماتيك لمانيوال، لا بنرجع لك حتى لو المكنه مانيوال وعايز تخليها اوتوماتيك تشتغل اوتوماتيك، بس هي حاجه واحده بس اللي بنركبها في المكنه اللي هي اصلا ما كانتش اوتوماتيك بنركب لها فرامترات ميه. لكن لو المكنه اصلا كانت اوتوماتيك واتقلبت لمانوال وانت عايز ترجعها تاني اوتوماتيك، بتشتغل على الفرامترات اللي عندك، بتشتغل على اي نوع فرامتر، مش لازم فرامتر معين يشتغل عليه، اي نوع فرامتر يشتغل عليه، تشتغل على اي مكنه، اي نوع مكنه. طب دلوقتي هندسه في سؤال، دلوقتي ينفع الكارته دي تشتغل على الزراير اللي راكبه في المكنه اللي هي اصلا الكارته بتاعتها اتحرقت القديمه بتاعتها؟ اه لا احنا بنديك البورده كامله متكامله بزرايرها وكابلات الداتا بتاعتها. تمام. بحيث ان انت هتشيل الزراير القديمه. تمام. وتركب الزراير بتاعتها الاصليه دي اللي هي ما فيهاش اي مشكله، حتى لو الزراير مختلفه اكبر اصغر منها شويه، بنفتح طبعا بالصاروخ بممرض باي حاجه. تمام. بنقعد الوش كده بتاع بورده الزراير وبيتربط من ورا من الظهر بتاعها تاني، يعني هي نصين اهي، بحيث ان دي تركب في الشاسيه بتاع المكنه او في وش المكنه، والتاني بتربط عليها، وبعد كده بتركب الكابل بتاعها كده اهو، تشتغل تاني زي ما هي.
علشان طبعا هنقول طب الزراير القديمه بتاعت المكنه ما ينفعش تشتغل على البورده دي لا ولا ما تشتغلش لا ما ينفعش تشتغل عشان اكيد كابل الداتا مختلف او نوع المكنه وكده اسهل بكتير برضه كده اسهل بكتير انت بتشيل حاجه وبتحط حاجه ثانيه ما بتوفقش حاجه على حاجه أيوه. وطبعا زي ما انتم شايفين هي كامله مكمله هي بزرايرها وكابلاتها كابلاتها سهلنا كتير جدا ولا هنركب ليفل ولا هنركب حاجه هي الكارته فيها الليفل وفيها حساس الميه وفيها الفلترات وفيها دخول للسولايت وفيها خروج للميه السخنه وفيها كل حاجه مش واقفه على حاجه يعني احنا حاجه عندنا تشتغل الثلاثه جروب والاثنين جروب انت عايز تشغل اثنين جروب تشتغل عايز تشغلها ثلاثه جروب تشتغل انت عندك الميه بزرار هتشتغل برده الميه بزرار عندك الميه تشتغل بمحبس هتشتغل برده بمحبس مش مشكلة وهي فيها الارم لو هي المايه ناقصه او المايه ما جاتش وهي بتعبي بتعوض تعويض مايه تاني هتديك الارم على الشاشه برضه او هتديك الارم على الزرار زي كل المكن احنا عاملين البورده زي ما هي كانت موجوده جايه من ايطاليا احنا ما عملناش حاجه احنا خدنا كوبي بيست من ايطاليا ما عملناش حاجه تاني على الاقل دي معروفه كمان لو في اي حاجه حصلت فيها لو في اي حاجه حصلت فيها نعرف نغيرها بسهوله بالظبط ما فيهاش اي مشكله ومتوفره دلوقتي يعني احنا الاول كنا بنقول المكنه هنقلبها من اوتوماتيك لمانوال عشان احنا مش لاقيين البورد مش لاقيين النهارده موجوده كلها البورد موجوده هي بحيث ان انا ما افقدش قيمه المكنه المكنه هتفضل زي ما هي بالبرمجه بتاعتها بزرايرها بحاجتها بنسهل على الفنيين كتير قوي بدل ما بيقلب المكنه ويعمل ديفيره جديده لا هي الديفيره بتاعتها القديمه زي ما هي وهيركب وسهله جدا لاي فني يركبها وغير كده كمان انا هدي للفني الخريطه بتاعتها بحيث ان هو يبقى عارف دخول المايه فين خروج الجروب واحد جروب اثنين جروب ثلاثه دخول الكهرباء الفولومترات الموجب والسالب والبلصات بتاعتها تمام كل ده سهل مفيش اي مشكله فيه تمام الله ينور هندسه